نعرفه يعني حنايا في المجتمع المغربي ديالنا، ما كاينش شي واحد فينا اللي عايش وواحد النهار ما خدش كريدي، او انه عايش اليوم بكريدي، او انه كيفكر في الكريدي ديالو. الكريدي كندوي على الكريدي كناخذو باش نديرو السكن ديالنا، ولا باش نشتريو السياره ديالنا، ولا نشتريو باش نشتريو واحد الحوايج، ولا مثلا حتى مول الحانوت، ولا مول الجزار، ولا مول الفرماسيان، ولا بزاف د الحوايج في الاتجاه هذا. غير هو اللي خصنا نردو ليه البال هو ان ما خصناش ندخلو في واحد الدوامه ديال الكريديات يطرى واحد الوقت اننا ما نقدروش نتحملوا الطاقه ديالها. وبالتالي اللي هو مهم وخصنا ناكدوا عليه دائما مع المغاربه هو انني خصني نكون انا اللي كنتحكم في هذاك الكريدي وماشي هو اللي كيتحكم فيا. والامر الثاني هو ان ضروري ضروري نردوا البال للكريديات ديالنا. خاص ضروري الكريدي يكون كيجاوب ليا على شي حاجه اللي غتعاوني في المستقبل. الا غناخذ كريدي باش انني ندير واحد الدار ما فيها باس، الا غناخذ واحد الكريدي باش نشري واحد الطوموبيل ما فيها باس، الا غناخذ كريدي باش انني نقرر لولادي انهم يعانوني في المستقبل ماشي هو كناخذ كريدي باش نشري واحد الصاك او باش نسافر او باش نعيد في الكريدي الكبير. كنظن بان هاد الامور هادي خصنا نردو بها البال. وبالتالي اليوم يعني الكريدي راه خصني اليوم نفكر بزاف قبل ما نمشي واحد الكريدي مع العائله ولا مع واحد المؤسسه بنكيه.